مصدره للنباتات الطبيه والعطريه، وعندي خبره في المجال من 11 سنه. انا بصدر النباتات الطبيه والعطريه لمختلف دول العالم. بقوم بالعمليه التصديريه كلها من الاول، المزرعه والتعامل مع الفلاح والمنتج ونقله وتجفيفه والمعاملات اللي بتتم عليه. بعد كده بننقله للمحطه، وحسب المواصفات الخاصه بكل عميل انا بتم التجهيز على المنتج. ومجال النباتات الطبيه والعطريه من اشهر المجالات والقطاعات اللي موجوده في محافظه الفيوم، واللي مشهوره بيها محافظه الفيوم جدا، وفي شركات كتيره جدا مصدره للنباتات. انا بشجع كل الشباب ان هم يعملوا مشروع زي تصدير النباتات الطبيه والعطريه، بما ان المنتج متوفر وموجود في المحافظه. احنا محتاجين شباب تدعم الموضوع معانا، في خبرات موجوده في المزارعين، واحنا بنزرع بكميات كبيره جدا. ممكن ان احنا ننقل خبراتنا لبعض، بحيث ان احنا ناخد المنتج من الارض، يبدا الشباب يبقى يطوروا في الفكر والتكنولوجيا اللي عندهم، ويعملوا تسويق للمنتج كويس، بحيث ان احنا نفتح اسواق خارجيه للمنتج وننافس الدول المصدره زي الصين وزي الهند في تصدير النباتات الطبية والعطرية. الزهرة اللي قدامنا دي زهرة الشيح البابونينج، ويعتبر من أكبر الدول المستوردة ليها ألمانيا، وبتستخدمها. احنا بنتم تجهيزها في صورة الزهرة بعد التجفيف، أو بيتم مثلا في صورة تانية زي التيباجز اللي هو زي الشاي الفتلة، وممكن في استخدامها كزيوت. الأهمية التصديرية للمنتجات الطبية العطرية أو للصادرات المصرية عامة، إن هي بتجلب عملة صعبة، بتشغل أيدي عاملة، بيبقى فيه فرصة للاستثمار وللأجنبي والعربي مصر. الدولة بتشجعنا وبتدعمنا علشان نستمر وننافس ونستمر في السوق، ونحاول إن احنا نرفع من الصادرات المصرية ويوصل المنتج المصري بتاعنا لكل أنحاء العالم. وما نستغربش إن في مصدرة للنباتات الطبية والعطرية على مستوى محافظة الفيوم، لا ده في النهارده الست النهارده بتساعدني في كل حاجة، هي اللي بتجمع لي المنتج، وهي اللي بتعمل عملية التجفيف برضو معايا، وهي اللي بتجهز معايا المنتج وتفرزه، وهي اللي بتعبي المنتج معايا، وهي اللي بتساعد معايا في عملية التحميل. النهارده المنظومة المرأة المصرية بتشارك النهارده في العملية التصديرية من الـA to Z.